ادم انت عارفه هو في الجنه وهم لسه في الجنه. انت عارف سيدنا ادم انت عارفه يطلق عليه او يكنى في السماء بايه؟ بأبو الانبياء. لا قبل ده يكنى في الارض بابو البشر. ابو البشر في الأرض. سيدنا ويكنى في السماء بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. ابي محمد بأبي محمد تكريما وتشريفا لادم. شفتي حضرتك بنقول لحضرتك ان شاء الله الحلقات دي ان شاء الله ربنا يجعل فيها الخير هنقول ان شاء الله حاجات ان شاء الله ربنا يفيد علينا بيها بحق حضره النبي صلى الله عليه وسلم وبحق اهل بيته وبحق اصحابه وازواجه والصالحين ان شاء الله. فكان فلما جاء سيدنا ادم ويكنى هناك بأبي محمد فينادون يقولوا أبو محمد هنا في الأرض أبو البشر. طيب نزل سيدنا آدم إلى الأرض فأول ما أنجب قابيل وهابيل والأختين فكانوا أربعة في بطنين. كانت السيدة حواء رضوان الله عليها ترد ولد وبنت في كل بطن كما قال أهل التفسير وأهل العلم. وبعدين فقبيل وهابيل وبعدين حصل اللي حصل. وقال أتاك نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. المهم إيه فالآيات تسلسل الآيات كما ورد في سورة المائدة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله والعياذ بالله تمام فأصبح من الخاسرين. فقتل هابيل وجاء سيدنا آدم. ومعلش وإحنا ماشيين في الحتة دي كنت دايما أقول الله كان فين سيدنا آدم ده الولاد جم لما العيال ضربوا بعض ولا مش ضربوا بقى قربوا قربان والجادات الله خدت اللي كان في نبي في وسطهم كان لازم يحكم بينهم بالظبط وفين ابوهم. فقرات في بعض الكتب جزاهم الله عنا خير انه كان يحج كان يحج. في مكه للحج فلما عاد لم يجد هابيل ووجد قابيل. المهم فحدث ما حدث وعرف انه قد قتل اخيه فطرده فمشي فلم يبقى مع ادم احد فرزقه الله بشيس سيدنا شيس تعويضا له عن مين؟ عن هابيل الصالح. وكان سيدنا آدم شديد الحرص على سيدنا شيث بشدة الحرص. لماذا؟ لأنه يعلم أن من نسله يخرج محمدا الذي بسببه غفر الله له صلى الله عليه وسلم. فكان شديد الحرص به بسيدنا شيث يعني واخد باله منه خالص بقى وما باش ايه يتركه ولا بتاع عشان ما يحصلش ما حصل ما لا يحدث له ما حدث لاخيه هابيل. لماذا؟ لان يعلم ان من نسله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عارف سيدنا النبي ده مين من الاول. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل كما قال عن نفسه من الارحام الطاهرات الى الاصلاب الطيبات لم يصبه من نكاح الجاهليه شيء. هكذا هو يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ينتقل